وبلغة مباشرة خاطب وزير الخارجية رمضان العممرة نظيره الفرنسي فيما يخص قضية احتلال المغرب للصحراء الغربية، وطالب باريس بالرجوع إلى الشرعية الدولية والكف عن التواطؤ مع نظام المخزن. هاشمي خيراني. بعيدا عن المجاملات وأمام عدسات الكاميرات، وضع وزير الخارجية رمضان العممرة النقاط على الحروف أمام نظيره الفرنسي جون مارك إيرو إزاء ازدواجية خطابة ساسة باريس اتجاه ملف الصحراء الغربية. الجزائر التي تدرك مناورات باريس الرامية لدعم الأطروحة المغربية وجهت سهام انتقاداتها لفرنسا التي تساند نظاما مغربيا يدوس على الشرعية الدولية. جون مارك إيرو إلى زافير اترانجير دوبوي كيلكو سومان اي سي ان بروبليم كي دور دوبوي 40 عام اي كي ريفيان ايبيزوديكمون دون notre dialogue politique. Nous avions et nous avons toujours de bons espoirs que l'administration du président François Hollande va véritablement aider la région à régler cette question dans le cadre de la légalité internationale.